طيب اذا بتحول شوية احنا جينا للمهم. لاحظوا الان ايش يعني هاي القصة، ايش يعني هاي القصة. لاحظوا انه ابرهة بيوصل، اهل مكة بيطلعوا جبال، الله سبحانه وتعالى بيريهم المعجزة. بيجي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد سنين، تنزل سورة اسمها الفيل تتحدث عن القصة، بعدها بتيجي قريش، مش السورة اللي بعدها قريش، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن هذا المكان له خصوصية، حمايته لا أفهمها، حمايته ربانية. هذا المكان اللي هو إيش، اللي هو إيش، هذا المكان اللي هو قبلة الآن المسلمين في العالم كله، وبيجمع المسلمين كله، والإسلام بيقتحم في العالم كله، والبشرية كلها لازم تتوجه هون. هذا المكان سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذول الاثنين في إيش بيختلفوا، هذول الاثنين بيختلفوا إيش وظيفة كل واحد فيهم. هناك هناك حماية ربانية، حماية ربانية مش إنه ما ينهدمش الكعبة، لا، حماية ربانية للي بده يتعارض مع هدف الكعبة. هو أبرهة ليش كان جاي؟ يهد الكعبة ولا في له هدف؟ ممكن تنهد الكعبة وتنبني مش قضية، لكن اللي قصده انه يخرج الكعبة عن وظيفتها، عن وظيفتها، هذا في ضمان رباني. اللي بده يخرج الكعبة عن وظيفتها في ضمان رباني الله يقسمه. فهون ديروا بالكم قبلتكم انتم محفوظة، ما سمح الله سبحانه وتعالى في يوم من الايام احتل العالم كله، ممكن يحتل العالم الاسلامي. هذا المكان اللي قبة المسلمين بده يظل حر، واللي بتعرض لوظيفته يقسم، وممنوع حماية ربانية مش طبيعية. انتبهتوا كيف؟ ولذلك بتقرأ السورتين ورا بعض، سورة الفيل وسورة قريش. اما القدس الاقصى اللي ربط بينهن سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من الى هناك في مكة مكان نزول الرسالة والقبلة، والقبلة بدها تكون محمية، فيش استعمار، فيش تدخلات، فيش كذا، محمية بأي طريقة كانت. اللي بده يتعرض لوظيفتها هاي بده يقسم قسم رباني، فيش مجال. ولذلك هي دائما محايدة عبر التاريخ كله، فيش أي من يحاول أن يخرجها عن وظيفتها يقسم قبلة المسلمين. الآن هون القدس، القدس وظيفة ثانية، هون اللي هي مكان الاحتكاك الحضاري والصراع بين الأفكار والأمم. لاحظوا الصراع، وهذا الصراع اللي ينتج أصلا، انتوا لاحظوا صلاح الدين، صلاح الدين لما هزمهم في حطين وهزمهم في القدس، عارفين شو اللي صار؟ أرخوا للنهضة الأوروبية العلمية، راح تجدوها تاريخها بيرجع لهزيمتهم هون، لأنه هاي أرض مبارك فيها للعالمين، حتى لما بنهزموا فيها في النهاية بيرجعوا مستفيدين. يعني هذا منطقة الاحتلال.